حياتي المغاربة كنتمنى أنني نكون متقلاش على القلوب ديالكم. أنا البنت رجاء اللي دوزت لكم القصة ديالها من مدينة الدار البيضاء من جريدة نيوز مع الأستاذ يوسف، الله يجازيه بالخير ويستر لي أموره، كيوقف معايا. وكنشكر بزاف هاد الجريدة نيوز اللي باقية متبعة معايا، لأنني دابا أنا جيت في حالتي لمراكش وهما كل ساعة كيتواصلوا معايا باش نخبرهم بالجديد وباش باش يبقاو متبعين معايا القضية ديالي. كنشكركم بزاف والله يسهل عليكم والله يخطيكم، وتحياتي لكم لأنكم سند فعلا يقدر يعول عليه الإنسان. الحمد لله والشكر لله لأنه الله لقاني معكم. من بعد خوتي المغاربة أنا بغيت نبقى متبعة معكم، وبغيت نبقى أي حاجة جديدة طرات نتشاركها معكم ونخبركم بها. أنا كي كتعرفوا كي عودت لكم، أنا بنت اللي داز عليها بزاف الحوايج اللي خايبين، وفي مدة اللي كانت باقا صغيرة فيها بزاف، وهذا الشيء كامل وما كانش باليد ديالي. كي تعرفوا انني تزاديت وتعطيت العائلة تانية وربوني ناس اخرين وتكرفصت وتزوجت والولاد، وقيت مشكل بسبب هذا المشكل هذا اللي دابا انا كنعيشو في العلاقة الزوجية ديالي، وتطلقت بسببه. ودابا انا هزت 4 وليدات والحمد لله على كل حال، واخا مكرفصين والحمد لله على كل حال، لانه في هذا الوقت هذا صعيب انك تكوني ام بوحدك وعندك 4 الولاد وفي هذا المجتمع فين عايشين حنايا صعيبه شي شويه. انا كنطلب من الله اخوتي المغاربه الله يسهل عليكم، بقاو واقفين معايا ما تطلقوش ليا من الامل اللي تعلقت به معاكم، انكم غادي توقفوا معايا حتى نتجاوز ان شاء الله هذه المحنه هذه، باش حتى انا نكون ام صالحه ان شاء الله ونبدل حياتي ونخدم وندمر على وليداتي ونقريهم ونوصلهم للحوايج اللي انا ما وصلتش لهم. حسابي انا لا بحساب حتى شي حد، انا راه الدنيا راه هنا بقات، راه غدا ولا بعد غدا الانسان كيمشي عند الله، راه كله كيتحاسب على اللي دار هو ماشي على اللي دار الغير. الله يرحم ليكم الوالدين ويسهل عليكم، اللي كيعرف شي حاجه ما يبخلش عليا باش يقولها عليا، والله يسهل عليكم دنيا واخره يا ربي. ورانا كنتحرق بزاف وراه عايشه مأساه، واخا ما عرفتش يوقع، ولكن راه ما هادشي ما كيبغيش يحيد ليا من دماغي، وما كان ما نقدرش ما نفكرش فيه، ما نقدرش ما نبقاش كل ليله وكل يوم وكل ساعه وكل دقيقه كاين ليا في الذهن ديالي وكيحفر ليا في وسط قلبي، والعافيه في وسط قلبي اخوتي. الله يسهل عليكم ويسر لكم اموركم، وانا راه غنبقى نتشارك معكم ديما اي جديد راه غادي نعلمكم به، لانه اصلا الجريده ديال نيوز الله يجازيهم بالخير كل ساعه دابا كيتواصلوا معايا باش نقول لهم لا كاين شي جديد ولا لا كاين شي حاجه بغاوني بغاو يساعدوني فيها، ولا نرحم لهم الوالدين. ودابا كنوجه واحد النداء، الله يسهل عليك ماما، الله يرحم لك الوالدين الا شتيني، تواصلي معايا ماما، انا راه مسامحه لك دنيا واخره، راه ما بيت منك والو، ما بيت منك حتى شي حاجه، بيت منك انا يا نعرف انا شكون انا، وحتى انا يا درف في الاسم الحقيقي ديالي والنسب الحقيقي ديالي اللي هو من حقي وحق طبيعي لاي واحد فينا. الله يسهل عليك ماما الا كنتي تتشوفي فيا، رحميني ورافي بيا، راه عييت راه وصلت فيا فين بغات. بارك يكفي انني خرجت بوج مكشوف للمغاربه كاملين وما ما حشمت ما والو، بارك انا راه تهديت ماما، راه صافي عييت، راه ماما هادشي راه كيأثر ليا حتى على وليداتي، راه وليداتي راه فاش كيشوفوني هكا راه حتى هما راه كيبقاو
كيحسوا كيبقاو كيهزوا في قلبهم وكي واخا ما يبينوش ليا ولا واخا كيبانوا ليا صغار ولكن انا عرفتهم فاهمين وكلشي. الله يسهل عليك. وهذا نداء حتى الناس تفاس. الله يسهل عليكم اللي عرفها ولا اللي عرف عليها شي معلومه وراه الصوره غادي تشاهدوها. الصوره راه يعني راه غتكون باينه ماشي يعني شي واحد من عائلتها ضروري راه غادي يشوفها ولا. الله يسهل عليكم اللي عرف شي حاجه يتواصل معايا ويعلمني بها لوجه الله ماشي لوجهي ولا لوجه اي واحد لوجه الله. الله يسهل عليكم. وبالنسبه للمستجدات اخوتي المغاربه شكرا لكم بعدا وسمحوا لي شكرا لكم بعدا بزاف 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 على التضامن ديالكم معايا. كلام طيب اللي كنتلقى من المكالمات والناس اللي كيساندوني كيقولوا لي حنا معاك وحنا نوقفوا معاك. الله يجازيكم بخير والمغاربه الجاليه المقيمه بالخارج. الله يسهل عليكم حتى نتوما. شكرا لكم بزاف على الكلام الطيب اللي تلقيت منكم والدعم ديال الكلام الطيب اللي نابع من القلوب ديالكم. شكرا لكم بزاف. الله يسهل عليكم حتى نتوما ولي يحرمكم من وليداتكم واللي عنده والديه اللي يحرموا حتى هو منهم ولا يخليهش نفسه ولا هاد الحرقه اللي عشت انا ولا كاع الناس اللي بحالي. لانه راه كاينين ناس كثار بحالي ولكن ما تيقدروش يواجهوا المجتمع خوفا من الناس ومن كلام الناس. ولكن لا هذا غلط. ما خصش اللي عنده بحال هذا المشكل يتطاول حتى هو وينوض ويهضر ويقلب على والدي لانه من حقنا من حق حقنا اللي عطينا الله سبحانه الا هو. حيت حنا هي بشر هذه فطره فينا ما يمكنش تقدري تستحملي ولا كله هو. وبالنسبه اخوتي المغاربه على الميساجات اللي طرحتوا عليا في الفيديو ديال انا وخويا يوسف. قلتوا لي بلي راه هذيك المره تقدر تكون الام ديالك. انا حتى انا ولا عندي شك 100% ولا ما عرفتش تقدر تكون هي وما عرفتش لانها عيطت لي من بريفي والبارح فاش عيطت لي بريفي وقلتها لكم. قلت لكم راه توصلت معي واحد السيده قالت لي بان انا كنت صاحبه الام ديالك وهضرت معايا بريفي وما طلعتش ليا النمره ودوك المعطيات اللي قالت لي عطاتني قالت لي راه داكشي اللي عطيتك راه هو هذاك. انت قلتي للناس راه عيطت لي انا قالت لي ما خبيت عليك والو وما عرفتش الله اعلم انا ما غاديش نحكم. واليوم عاوتاني راه بداو تعيطوا لي البريفي شي ثلاثه الخطرات كتصوني البريفي فاش كنجاوب ما كيبغي يهضر معايا حتى حد كيبقاو يتصنتوا الصوت ديالي وتنقطعوا تنعاوتاني واحد شويه ثاني تتعاوتاني كتصوني وكنعاوتاني كنقول الو كنبقى نسمع والو ما كنسمع والو غير انا اللي كنقول الو. الا كنتي يا ماما نتيا ولا خايفه من شي حاجه انا راه ما غادي ناديك بحتى حاجه. انا ما كنتظر منك والو ما بغيت والو. انا بغيت نبرد ديال الحرقه اللي في قلبي وبغيت نعرف انا حاجه. انا ما كنتظر منك والو ما بغيت والو. انا بغيت نبرد ديال الحرقه اللي في قلبي وبغيت نعرف انا شكون انا باش حتى انا نركز في حياتي ونعرف راسي حتى انا اش بغيت ندير وكيف بغيت ندير مع وليداتي لان راه عايشه حياه لا يرثى لها. راه معذبه راه معذبه لواحد الدرجه ما تصوريهاش امام. واش انا واش دابا انا واش راه المشكل باش العقل اللي بغى يقعد باش يفكر باش يمشي يعاود يمشي يخدم ويدير هادي ما بقاش عندي. تنحس براسي بحال لا بيت نحماق صافي ما بقاش عندي الصبر. انا مزوقه لك في الله اماما لمهني وسمعتي سمعتي اوديو سمعتي فيديوياتي وسمعتي كلامي. تواصلي معايا ولو في السر انا قابله ولو في السر انا قابله. وشكرا لكم اخوتي المغاربه الله يسهل عليكم ويسر لكم اموركم. ونتمنى انه نكون عند الحسن الظن ديالكم لانه فعلا داكشي اللي كاين. انني ماشي شي انسانه اللي خايبه حيت المدار ماشي هو كلشي. حيت انا انسانه اللي عايشه مظلومه في الحياه ومقهوره ومغلوب على امري من جميع الجهات. انسان دابا راه تكون مع عائلتك وكتحل يحسب الله تكون بوحدك عند غير الله بوحدو ووليداتك. الله يسهل عليكم اخوتي المغاربه وسمحوا لي. وكنشكركم بزاف وكنشكر جريده نيوز على
المثابرة ديالها معايا والتفنن والجد في المعاملة ديالها معايا والمساندة الطيبة ديالكم. شكرا لكم بزاف، كنشكر السيوس حتى هو الله يجعل معنا يسهل عليك ويسر لك امورك ويحن فيك كي حنيتي فيا خويا ووقفتي معايا وبقيتي مطابر معايا باش الصوت ديالي يوصل وباش الحقيقة ديالتي تبان. وشكرا لكم أصدقائي.